يسدد النادي الأهلي بعد إجازة عيد الفطر الحالية مبلغ 1,000,000 دولار لنادي الدفاع الجديد، عبارة عن القسط الأول من صفقة وليد أزارو التي تمت مؤخرا بين الناديين. كان الأهلي قد ضم أزارو من الدفاع الجديد مقابل 1,400,000 دولار، واتفق الناديان على أن يتم دفع ثمن الصفقة على ثلاثة أقساط: الأول 1,000,000 دولار بعد اجتياز الكشف الطبي، والثاني في الأول من نوفمبر المقبل وقيمته 200,000 دولار، والثالث بنفس القيمة في الأول من فبراير المقبل. واجتاز أزارو الكشف الطبي مؤخرا بالأهلي، وسينضم لتدريبات الأهلي عقب عودة الفريق من زامبيا الأسبوع المقبل.